سلامي قال ابو صالح على الواجب وعرجاله عيال الباعمر دي يكرمون الضيف في الماعون وصلنا عاطلبهم ودع عطريق جماله وقانون العمل نعرفه ما بنخالف القانون ما بنخالف القانون وما ذي الحين شل الصوت باكلفك برساله تبلغها على الجمهور دي قد جو ولي بيجون سراء يا حضرة الشعار كلان يطلق عقاله ولا نادى المنادي واجبك قل مرحبا والعون السمرة وصلني صوت مواله كلامه زين بيسري مثيل الكنش والمر مثيل الكنش والمرشون وعاحس بالعوايد بالجمل مكلوف جماله ولي دبر ولي عوله بالسلسلة مرصون واما الباحه والمشترى يحكمه دلاله ويعرف رابح العشره وذي هو يربح المليون هو يربح المليون رحب كلام من شعر كلامه زين ذي قاله ويلزمنا جواب البدع ذي سر خاطر المشطون ولا شيء بيقصر من شقنا وحنا على جاله وعاشان الرجاجيل الذي مقدارهم ما يهون ضروري بنكلف والذي بعيد الماح باناله وبس حبلك من البخار بالبنده وبالكرتون وباب الدار ما بيهمنا فتحه وقفاله قليد القيش ما معنا ومعنا قفل للكيلون للكيلون وصلنا قال ابو هيثم بغينا نصر وجماله لشان الباعمر كل وعل ملقي له اثنين قرون ملقي له اثنين قرون وباهني وله باجيب باقة ورد لعياله عسى ربي يوفقهم ويبقى شرهم مكنون مع الجمهور باسلم وله باصدر مقاله وبابلغ تحياتي لهم مليون فيه مليون بدر هذا اليوم متنشر لبس شاله ولابس في صباغه محضيه ما يلبس الصارون سعيفي منبطي مخزون عندي رقم جواله وبالفاكس يخذ فاكس وبالتلفون خب تلفون مكان الخيل في الميدان ما تسيس الخيالة ولا شيبان لي ما عرفت من عاقل ومن مجنون